مكيده ياخد قبض ولا باسامي ليه دعوه بالمجهود في الملعب. شال اتنين، واحد عصبي جدا محمود عبد الحكيم وبيعطل الكره في رجله في هذا اللقاء، ولاعيب كويس قوي عند طه عادل. اماميه هناك عند مهاب سعيد ومحمد جمعه ياخدها مهاب، ما فيهاش حاجه خالص، ده يديله انذار. بصوا عدى تولت منه راح نايم على طول. حكم كويس على فكره الراجل ده، حكم كويس شخصيته كويسه لحتى الان. نشاط ملحوظ يخلصوا الماتش بيه. اوه يا ولد هدف اهو في الشوط الثاني، وادي واد دجله بيرمي بياضه وبيلعب الاداء بتاعه الطبيعي اللي خده بحب على طول. تامر وحب الله تعدي تعلي عرفات ترقيصه ما لقاهاش، انما استلي ولا هدف الثاني. ياه عم استلي مستر مكيده ملوش شنب، انما بيلعب في الهواء. بصوا يا ولد جات له صدفه. ادي بقى الهدف من الشوط الاول، الهدف لاستلي، وبعد 9 دقايق من الشوط الثاني هدف ثاني، وبعد 10 دقايق هنشوف هدف ثالث. وادي في الدقيقه 10 او في الدقيقه 2 ممكن يقعد يعني داووده واغا ولا دودي ولا ايه بالظبط النهارده. بصوا السرعه سلاحها، وانا قلت لحضراتكم لو وادي اللي احنا بنشوفه دلوقتي فتح الخطوط بتاع نادي المصري مساب صحيح، ولكن كان في سنتر فورورد اسمه عز يعقوب. وهنشوف بس الكرة الحلوة دي فيها اوف سايد ولا مفيش فيها اوف سايد. احنا نديله الكورة، بس الكورة دي فيها شك، فيها شك جامد قوي. السرعة تمرير صح وعنصر السرعة، انما قال له تعالى برضه ما جاش. اوه على الهدف الرابع، على الهدف الرابع ده البيت 19 من زمن الشوط الثاني، 4 اهداف. والقادمون من الخلف اهو فدان حظ ولا اراد شطارة، انما هنا اراد شطارة الصراحة، شطارة من وادي دجلة. عمل كل حاجة، مستغل الراجل الطيب ده، عمل كورة حلوة قوي. ناس تقول لك الله امال الاهلي والزمالك ما بيجيبوش الناس اللي زي دي ليه؟ قال نقول النادي الاهلي جايب واحد بيفتخر بيه دلوقتي. هنشوف هل هو هنشوف في تغيير اهو. رقم 28 اللي نزل من ورانا اهو، رقم 18 قدام ما بيعملوش مع بعض. مين اللي هينزل؟ محمد حمص. امال مين اللي هيبقى فيرود؟ هنشوف. محمد حمص مستكين اسمه حماده صدقي. تغيير هيطلع رقم 5 محمد فاروق وينزل الكره اللي اما تقعد حاجات كده بقى لما قاش يعني المدرب يبقى ايه. ادي هدف اهو، انما على طول هدف شكلها هدف اهو اهو. ادي الكره اتلعبت على طول، وادي تصويبه حلو، ادي تصويبه حلوه ومتابعه احلى وهدف يعني الشرف تقريبا. ادي على طول رؤوف عمل هدف، انما كملها يعني ناحيه خطيه كويسه وبيقدر يكتشف الخصم كويس بدري. هنشوف سموحه، وادي كوره فيها ايه، وادي امير عبد الحميد وفي رائد دجله. 3 دقايق بيعلن عن الملعب الاول، 3 دقايق اهو لقطه حلوه رغم الاهانه ورغم ال4 اهداف ان هم تحسب للنادي المصري النهارده، وعليهم ان هم يلموا امورهم مره ثانيه، والهزيمه دي ما تاثرش فيهم معنويا قد ما هم طاقها واستفاد من اللعيبه اصحاب الكوره اللي بتاخد الكوره وتفضل واقفه عليها وتنفذش خطه المدرب. لازم لا تنفذ لا تقعد، حاجات كده يعني. ادي تصويبه في وادي صده من تصويبه من مش الساعه 7 النادي الاهلي في مفترق طريق ناحيه البطوله. ادي التصويبه ودرجه 40 نقطه، ولكن في عدد مباريات مختلفه، والاهلي عنده 28 النهارده. الاهلي وبتروجيت ويصفر اخيرا.